قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف جيمس ألدر أمس إن نسبة الأطفال الذين يعيشون في الفقر بأوكرانيا قد تضاعفت لتصل إلى أكثر من 80%. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الأسر الأوكرانية تواجه أزمة مالية متفاقمة، وأن فقدان الدخل وأزمات الطاقة وأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي سببتها الأزمة الروسية الأوكرانية تدمر العائلات. ولفت إلى أن الآلاف من الأطفال الفارين من الصراع بأنحاء البلاد فقدوا لقاحات حيوية لحمايتهم من الأمراض نتيجة إلحاق الضرر بأكثر من 800 منشأة صحية. أعلنت الخزانة الأمريكية بدء حظر الشركات والبنوك التي تتعامل مع روسيا من النظام المالي العالمي. كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على 22 فردا وكيانا في دول متعددة لكونهم على صلة بشبكة عالمية للتهرب من العقوبات ضد روسيا، بحسب ما تؤكده واشنطن. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الخطوة الأخيرة تأتي في إطار فرض المزيد من الضغوط على موسكو والحد من حصولها على الإيرادات التي تحتاج إليها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب حاول تفكيك الاقتصاد الروسي وتدميره وإحداث انهيار في العملة المحلية الروبل. وأكد بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية أن الاقتصاد الروسي ظهر أقوى بكثير مما اعتقده الغرب بعد فرض العقوبات، وأن الدولة الروسية كانت حريصة على استقرار الوضع الاقتصادي ومنع حدوث نقص في السلع بالأسواق. ولفت الرئيس الروسي إلى تضاعف حصة الروبل في التداولات الخارجية بمقدار الثلث مقارنة بشهر ديسمبر 2021، كما أشار إلى الحاجة لبناء علاقات اقتصادية فعالة وممرات لوجستية داخل روسيا وتطوير موانئ البحر الأسود وأزوف. انكمش النشاط الصناعي في ألمانيا خلال فبراير الجاري للشهر الثامن على التوالي، حيث يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة. وأظهر مؤشر مدير المشتريات تراجع النشاط الصناعي بألمانيا إلى 46.5 بأقل من التوقعات البالغة 48.1، فيما سجل خلال يناير الماضي 47.3. وكان الاقتصاد الألماني قد تباطأ في العام الماضي، لكن أداؤه كان أفضل من المتوقع مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9%. مشاهدينا، ختام هذه الفقرة الاقتصادية.